مساء الخير المشاهدين الأعزاء، أهلا بكم في أولى حلقاتنا الرمضانية من المغاربي، والتي أصحبكم فيها أنا علاء الدين زعتور من تونس. في حلقة الليلة نأخذكم في جولة مغاربية من تونس إلى الجزائر وليبيا وموريتانيا، حيث نكتشف إياكم جوانب مختلفة من طرق استقبال الشهر الفضيل في هذه البلدان المغاربية. أهلا وسهلا بكم. البداية من تونس، حيث يختار عدد كبير من التونسيين المهاجرين في الخارج العودة إلى أرض الوطن لقضاء شهر رمضان مع العائلة والأحباب، فلهذا الشهر الفضيل طعم خاص هنا في تونس، خاصة مع السهرات الرمضانية والأجواء العائلية المميزة. التقرير التالي يرصد لنا بعض هذه الأجواء. يتزامن شهر رمضان هذا العام مع بداية العطلة الصيفية في تونس وبلدان المهجر، وهو ما يمثل فرصة مهمة للمغتربين للعودة لأرض الوطن وقضاء الشهر الفضيل بين العائلة. جينا من دبي إن شاء الله باش نعديو رمضان الكل والعيد في تونس هنا مع العائلة والأصحاب والأحباب، وعندنا برشا ما عديناش رمضان في تونس، دونك قلنا سي لوكازيون جامي باش نعديو رمضان في تونس. الكثير من المغتربين، خاصة أولئك الذين أنهوا التزاماتهم المهنية والدراسية، حزموا حقائبهم وبدأوا يتوافدون على تونس هذه الأيام بحثا عن نكهة رمضان بين الأهل وأزقة الوطن وتلبية لحنين العاطفة والوجدان الذي أصابه برد الغربة والبعد. كل عام نجيو بالمرتين ونجيو نرمضنا في تونس، وحنا نحبوا تونس ياسر ونحبوا بلادنا، معناتها ديما باهية وديما العباد تحكي بها كان بالباهي. رمضان تونس أحسن، تونس أحسن. علاش أحسن؟ في الفاميليا وفي اللمة وفي الدنيا كلها، كما غاديك وحدنا وخي ما عندنا حد، فهمت شي ما في تونس؟ الله لا ينحى علينا الحق. ليست الفرصة مواتية فقط للصوم بين الأهل والأحبة، فعائلات تونسية مغتربة تستغل شهر رمضان لتذكية الوجدان الروحي لدى أبنائها بتعليمهم الصوم والصلاة واللغة العربية وربطهم مع هويتهم الثقافية والحضارية. نحفظهم العربي ونحفظهم كل شيء والقريان والدنيا كل. بالنسبة لولدي الصغير آدم، أول مرة يجي لتونس، دونك الفامي بريسك ما يعرفهاش حتى واحد، جوست بالإنترنت. إن شاء الله فما الدور على الفامي بريسك الكبيرة كلها، الفامي الصغيرة بيان سور، العيد لهنا كما قلت لك، دونك باش نوريه تونس باش نعرفه بتونس. هما صحيح متعلقين بتونس برشا ويحبوا تونس ديجا، بالنسبه لهم هما سي حاجه عمرها ما صارت، وتطلب منه شنو يحب ويبدل ما يجيش تونس يقول لك لا. اكثر ما يغري المغتربين التونسيين بالعوده لقضاء الشهر الفضيل هنا اجواء رمضان الخاصه والتي لا يجد لها المغتربون نظيرا لها في بلدان المهجر. ففي تونس تزدهر الاسواق في رمضان ومحلات الحلويات، بالاضافه الى مقاهي المدينه التي تزدحم بروادها بعد الافطار، لتكون مساحة استعراضية يجد فيها هؤلاء العائدون بعضا من الحنين للوطن والديار. المعروف على التونسي أنه يشتاق الأجواء الرمضانية ويشتاق اللمة العائلية، خاصة في رمضان. الإحصائيات المتوفرة عنا من أول جوان إلى حدود اليوم أنه كل رحلة تقريبا جاية من مارسيليا أو من جنوة تقل حوالي بين 650 و800 تونسي عادوا الى ارض الوطن. بطبيعة الحال هذه باش تدعم خلال النص الثاني من شهر رمضان، لانه العديد من التوانسة يحبوا يروحوا العيد الفطر المبارك يقضيوه مع عائلاتهم. تولي السلطات التونسية اهتماما كبيرا بعودة المغتربين، ويبذل الديوان الوطني للمغتربين الكثير من الجهد لتأمين عودتهم في الصيف مع استعدادات خاصة هذه السنة بتزامن العطلة الصيفية وشهر رمضان الكريم. شوف، احنا استعدينا السنة بالخصوص على خاطر كنا نعرفوا انه رمضان باش يجي على بكري،
دونك استعدينا كما يجب، يمكن اكثر من سنوات الفارطه قدمنا في موعد التحضيرات نتاعنا باش نكونوا على استعداد لاستقبال الاخوان التونسيين اللي مروحين يحبوا يعدوا يقضوا شهر رمضان في تونس. بطبيعه الحال الاستعدادات نتاعنا كانت مع الاطراف الاخرى، خاصه الناقله البحريه، الناقله الجويه، في المطارات، في المواني، وفي نقاط العبور الارضيه على الحدود الجزائريه والحدود الليبيه. انطلاقا من النصف الثاني لشهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، ستتضاعف اعداد المغتربين العائدين الى ارض الوطن تزامنا مع الازدهار المامول للحركه السياحيه. من تونس ناخذكم الى ليبيا التي تستقبل خامس شهر رمضان دون ان يخفت صوت الرصاص هناك. ناخذكم في هذا التقرير في جولة نتلمس خلالها يوميات استقبال الليبيين لهذا الشهر الفضيل المكبلة والمليئة بالمشاكل والصعوبات. يستقبل المواطن في ليبيا شهر رمضان هذا العام وسط ظروف صعبة، فالنزاعات والصراعات السياسية بين الأطراف المختلفة علاوة على التوتر الأمني والاشتباكات في بعض المدن، إضافة إلى فترة إيقاف المصرف المركزي التراخيص المتعلقة بالتوريد بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية بحجة الفساد والاستغلال، كلها عوامل أدت إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لليبيين، أوضاع تجلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف في بعض الأحيان مع وصول سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية إلى مستويات مخيفة، وهو أمر يعزيه البعض إلى تراجع معدلات إنتاج النفط وتصديره المورد الأساسي للعملة الصعبة في ليبيا بسبب إغلاق عدة حقول إنتاج نتيجة الاعتصامات العمالية أو التهديدات والمخاوف الأمنية. سعر واضح انها غاليه طبعا كونها انها مربوطه بالعمله الصعبه ومعظمها يعني جايه من برا، فواضح الغلاء طبعا اضعاف نسبه لسعر الدولار اللي هو واضح في السوق، بالذات السلع التمويليه والسلع الاساسيه غاليه واضحه جدا، وزيد على هذا ان السيوله غير موجوده وكذا، فهذا يعني سبب معاناه كبيره لمعظم الناس. يبرر التجار تفاوت أسعار المواد الغذائية الأساسية وعدم ثبوتها بتلاعب الموردين، تهمة يردها الموردون ويفسرون التباين في الأسعار بكون السلع المعروضة مستوردة من الخارج ومرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما لا يتفق معه آخرون. تخيل جات الجملة هم اللي يتحكموا فينا، معناتها انت شني ما جبتش ما درت شيء، انت توفر للاسواق الكبيره بس وتخلي في الزحمه، تدير في الزحمه وتدير في المشاكل في الناس وتضاربوا على خاطر زيت ولا على خاطر حليب، على شيء علاش يعني من خلاش حاجه هذه، وفرها كلها على طول للسوق، ما مش تعطيها لشخص معين وقعد ناس تتعارك عليها. قصدي وبالنسبه لغلاء الاسعار كل واحد وضميره من الاخير، قصدي فيه اللي يستغل في الفرصه يزيد يقول لك غلاء الاسعار، والله هم اللي يخاف ربي والله يلقى مخرج. وعشية الشهر الفضيل أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن منح اعتمادات ب 900 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية، مما ساهم في تثبيت أسعار السلع والمواد الغذائية وعدم بلوغها مستويات جنونية كما جرت العادة في شهر رمضان. نقص السيولة هو جزء آخر من معاناة المواطن، فالليبيون باتوا ينتظرون لساعات طويلة أمام المصارف لسحب رواتبهم وأموالهم دون أن يتمكنوا من ذلك، لأن المصارف خاوية وعاجزة عن تغطية طلبات عملائها من النقد، مشكلة فرضت على مصرفي ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء البحث عن حلول عاجلة كان آخرها طباعة 4 مليار دينار ليبي في روسيا، مما أثار جدلا واسعا سرعان ما تم تداركه باتفاق الطرفان على اعتماد العملة وتعميمها. المصرف المركزي بذل جهوده بشكل لجان، شحنات السيولة تأتي تباعا، لكن تواجه مشكلة ثانية هي مشكلة تخزين المبالغ المالية، حيث يوجد 26 مليار و 800 مليون مخزنة في المنازل، وهذه أيضا مشكلة لأن انفقدت الثقة لدى المودعين في المصارف، فأصبحت عملية السحب أكثر من عملية الإيداع، لكن الآن المصرف بذل جهوده
فاتح تغطية الاعتمادات، فاتح الحوالات، فاتح بعض الإجراءات اللي من خلالها يتم إيداع مبالغ مالية، لكن تظل حلول مؤقتة. وكل ما نسعى إليه المصرف المركزي وسبق أن ننبه فيه في بياناته وهو التوافق السياسي. ويرى بعض المحللين أن طباعة عملة جديدة ليس هو الحل الأمثل نظرا لحجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق الليبي والمقدرة ب 27 مليار دينار، علاوة على كونه حلا مؤقتا لمدة قد لا تزيد عن 3 أشهر، مع ما يستتبع ذلك من انخفاض في قيمة الدينار الليبي وتواصل لمعاناة المواطن. ويتخوف مراقبون من تداعيات استمرار الوضع على ما هو عليه من توقف للصادرات النفطية واستمرار للأزمات المختلفة كنقص السيولة والانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي والتوتر الأمني الذي تعيشه عدة مدن ليبية، خصوصا مع تزايد نسبة العائلات التي تحتاج إلى مساعدات وهبات إنسانية. هم يعلمون تماما أن هذا الحل لن يكون حل جذري، هو علاج الأعراض الحالة ولم تعالج الحالة نهائيا، وبالتالي ليس الحل في ليبيا الآن طباعة وضخ كمية من النقود. لو ضخيت حتى 20 مليار للسوق الليبي الآن سيتم سحبها، وبالتالي ستتجه ليبيا إلى نقطة التضخم الاقتصادي الخطير جدا، والذي سيسبب في كارثة كبيرة جدا لا يمكن توقع حتى مداها، خصوصا الشعب الليبي شعب غير متعود على هذه الأزمات الاقتصادية، ولا توجد لنا إدارات أزمة، ولا يوجد لدينا هيكل دولة بإمكانه أن يواجه هذه الأزمات. في هذه الأثناء يحاول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حلحلة هذه الإشكاليات من خلال اجتماعاته ومشاوراته مع المسؤولين في مختلف الهيئات والوزارات واتخاذه عدة قرارات ينتظر الشارع نتيجتها وتطبيقها على الأرض ليتحسن الوضع المعيشي السيء للمواطنين، ويبقى أمل الليبيين معقودا على تدخل فعلي للسلطات من أجل تنظيم سوق الاستيراد وتحديد أسعار البضائع والسلع، ما من شأنه وقف تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد أكثر مما هي عليه. لا تنتهي مشاكل الليبيين وقد حل شهر رمضان، واحتقان كبير يعيشه الشارع الليبي جراء الأزمات المتلاحقة، الحرب وتزايد مشكلات البنوك وغلاء الأسعار يقابله إخفاق الحكومة في إيجاد حلول سريعة، حال يعيشه المواطن في ليبيا إلى أجل غير مسمى. معتز الخريف، التلفزيون العربي، طرابلس. أهلا بكم من جديد إلى الجزائر، حيث يستقبل الجزائريون رمضان لأول مرة على وقع تقشف حكومي بعد انخفاض أسعار النفط الدولي. فبعد 15 سنة من البحبوحة المالية تواجه الطبقة الوسطى والفقيرة في الجزائر صعوبات اقتصادية واجتماعية عديدة. أجواء رمضان في الجزائر هذه السنة نأخذكم إليها عبر هذا التقرير. مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل تشرع العائلات الجزائرية في التحضير المسبق لاستقبال هذا الضيف العزيز، طلاء للبيوت، شراء لكافة مستلزمات موائد رمضان، ما يدفعها إلى تخصيص ميزانية خاصة به. فأعداد مائدة متكاملة الغذاء طوال هذا الشهر لا يعد بالأمر الهين. الفقير ما يقدرش لازم يخمم كيف يعمل، كيف يشري هذه، كيف وقت تشوف السلع هم قبالك، كل سلعة كيف طالعة. أو ذاك كل تبدل يا بنتي، اللي عنده ياكل، اللي عنده يشرب، اللي عنده يواسل، ما عندوش مكاش الله والو، غير شفا فيها ربي، واش مازال كاين المؤمنين. أكثر ما يرهق الجزائريين أيضا هو الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية التي باتت تنهك أرباب العائلات البسيطة، إذ لم يعد الراتب الشهري يكفي لسد احتياجات عائلة من 5 أفراد، خاصة بعد تطبيق الحكومة لسياسة التقشف التي رفعت بموجبها يدها على بعض السلع المدعمة. يعني أسعار ما يشتع زوالي تاع اللي ما يلحقش ما يلحقش في بالك، ما وصلته مع رمضان ورب العائلة ما يقدرش. احنا حياتنا قاع تقشف، احنا ملي زدنا بالتقشف، عندي 2 ملايين نمشي على 2 ملايين حتى يخلص يلحق شهر نجيب 2 ملايين اخرين، هذا هو. حالة من الاستياء والتذمر يبديها الجزائريون قبيل كل شهر رمضان، يتهمون فيها التجار باستغلال حاجياتهم في الشراء بالرفع من الأسعار في وقت يرجع فيه التجار السبب إلى بائعي الجملة.
منذ فترة حاولت الحكومة تنظيم القطاع التجاري والأسواق والتحكم في الأسعار، لكنها محاولة باءت بالفشل بسبب سوء تنظيم القطاع وتراكمات عقود من الممارسات. أنني يخوفنا احنا الآن في رمضان، يخوفنا إذا كان التجار اللي راهم يمولون بالمواد الغذائية خاصة الثمار يكون يعني المحلات نتاعهم التجارية فارغة. عندما تكون فارغة من المواد نعرفوا بلي الأسعار تلتهب خاصة في دخول رمضان. بعد سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها الحكومة مؤخرا جراء تراجع مداخل خزيناتها العمومية المتضررة من انهيار أسعار النفط، مما تسبب في تراجع عائداتها المالية خلال السنتين الأخيرتين بأكثر من 40%، ولم يعد المواطن البسيط ينتظر أي زيادة في الدخل أو أي دعم مادي آخر. احنا اليوم كاتحاد وطني لحماية المستهلك لاحظنا أنه فيه يعني اقتصاد آخر، وهو تحمل المستهلك الجزائري لأعباء هذا التقشف. احنا ما نقولوش أنه كاين فيه تدعيم لبعض المواد الأساسية منها الحليب والخبز، إلا أنه بعض المواد الأخرى خاضعة للعرض والطلب. ورغم ما لرمضان من نكهة مميزة في الجزائر، إلا أن غلاء أسعار السلع والمواد الاستهلاكية أفقده مزايا كثيرة، فالعديد من العائلات ذات الدخل المحدود لم تعد قادرة على تحمل نفقاته. في بلد تشير فيه الأرقام والتقديرات الاقتصادية إلى تدني مستويات القدرة الشرائية بسبب مشكلات التضخم والإخفاق في تحقيق إقلاع اقتصادي خاصة في القطاعات الحيوية. الأجور في كل بلدان المتقدمة مرتبط مع الإنتاج والإنتاجية. نظن بدون إنتاج والإنتاجية في صفة عامة ما نقدوش الى زاد الاسعار تاع البترول يعني اقل من 60 دولار ما نقدوش يعني نزيدو في الاجور، وهذا يعني ربما نقدر نروحو لانفجار اجتماعي. الحكومة الجزائرية وإن أكدت على استمرار دعمها لبعض المواد الأساسية لضمان الحد الأدنى من حاجيات الأسر الفقيرة وتخصيص ما يعرف بقفة رمضان لإعانتها، إلا أن ذلك لا يعد كافيا. 90% من ميزانية العملية التضامنية لشهر رمضان على عاتق وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المسؤولين على العملية بأكملها من يعني تعداد القوائم المعوزين في الولايات والتوزيع والتمويل وشراء المواد الغذائية هم السادة الولاوت والسادة رؤساء البلديات. مناسبات اجتماعية متتالية يعيشها المواطن الجزائري إلى جانب شهر رمضان، العطلة الصيفية، عيد الفطر والدخول المدرسي، مناسبات اجتمعت في السنوات الأخيرة. ورغم أهمية بعضها وقدسيتها، إلا أن التفكير في كيفية الاحتفاء بها بيسر أفقدها متعتها، ليظل الجزائري يكابد عناء معيشته في رمضان كما في باقي أشهر السنة. يحل شهر رمضان هذه السنة على الجزائريين في ظروف خاصة تطبعها أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، لكن المواطن يعيش على أمل تحسن ظروفه المعيشية وأداء هذه الفريضة في أجواء أقل قسوة. حنان بن قاسمي، التلفزيون العربي، الجزائر. إلى موريتانيا، حيث الجغرافيا والطبيعة القاسية، حيث يستقبل الموريتانيون شهر رمضان مع درجات حرارة تصل إلى 40 درجة، أضف إلى ذلك مشاكل انقطاع المياه والكهرباء المتواصلة، لكن الموريتانيين ابتكروا أساليب خاصة للتكيف مع هذه الطبيعة القاسية. نتابع. مع اشتداد موجة الحر أيام شهر رمضان المبارك المتزامن هذه السنة مع أوج فصل الصيف، يكثر الطلب على الماء خاصة في المناطق الفقيرة بالعاصمة نواكشوط. ورغم الأوضاع غير الصحية التي يتم فيها نقله إلى السكان، يرتفع سعر برميل الماء في هذه الأحياء إلى ما يعادل دولاراً ونصف. محمد لا يخفي امتعاضه من ارتفاع سعر هذه المادة الأساسية، كما لا يخفي مخاوفه من التداعيات المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة التي قد تلحق به شديد الأذى على غرار غيره من بسطاء موريتانيا، ممن يؤدون فريضة الصوم في ظروف مادية ومناخية بالغة الصعوبة. سخان الشهر ذا العام في رمضان، وهذه الوسائل احنا هذو ضعفاء
عندنا اللي تراعوا فيه الوسائل اللي عدنا لكم، والأغنياء عندهم كليماتيزاراتهم، عندهم وسائل حديثة، هذه الوسائل الحديثة اللي عندهم يديروا مكيفات، وحنا بعد الفقراء بردوا ذا الثام اللي تراعوا فيه، وانتم مديروا على كرعينه رشوا من عند بعض الله قاع من عند الثنتين على الورين، يعني روح اللي منين ما اللي روح الليل نفطر إنسان ما اللي صبار يحمل يتحمل. إحنا هؤلاء الناس اللي في إحنا هؤلاء الناس اللي في الصحراء اللي دولنا في الصحراء نتحملوا ياسر من الحمان ما تحملوه ذو الناس الآخرين. رش ونطح الجسم والملابس بالماء أساليب تقليدية معروفة لدى الموريتانيين، ويعتمد عليها محمد في التخفيف من حر لفح الرياح السموم التي تهب على أغلب مناطق البلد في هذا الفصل من السنة. ومع اقتراب موعد الإفطار يبدأ محمد سباقا مع الزمن بهدف تبريد ماء الشرب على هذا النحو. احنا بعد الفقراء عندنا ذو جريكانات اللي تراعوا فيهم، وعندنا نرشهم بالماء، وعندنا لثمتنا. وتتعدد المشاهد والهدف واحد، وهو تذليل الطبيعة القاسية في شهر الصيام. تتبع خديجة طريقة تقليدية أخرى شائعة تعرف هنا لدى الموريتانيين بالتضرية، وهدفها تقليص مستوى الحرارة في الجسم اعتمادا على أطرافه. لا طريقة تقليدية نعدوها نحن عن الحمار وتو نقبو علينا نقبو ملح مبلوهم نديروها علينا، وعلينا نقبو التراب ونديروها على كراينا وتمون واحدين فيها وش بعدكم. الحمد لله حمد لله الحمار متين. الفقراء من سكان موريتانيا المعروفة بمناخها الصحراوي الجاف والساخن في فصل الصيف ابتكروا على مر الزمن أنماطا وأساليب للتكيف مع الطبيعة المناخية القاسية، خاصة مع نقص الإمكانيات المعيشية وضعف التوصيل الكهربائي في البلد وغلاء المكيفات. أعتقد بأن مسيرة الانتقال التي عرفها المجتمع الموريتاني من التقليد نحو الحداثة والعصرنة صاحبها انتقار كذلك في مختلف جوانب الحياة، ومنها على سبيل المثال صوم رمضان والعادات والطقوس المصاحبة لهذا الصوم. فعلا المجتمع الموريتاني كغيره من المجتمعات الصحراوية تصوم رمضان في ظروف حارة جدا، لكن هذا الحر يزيده برودة حرارة الإيمان وكثرة الإيمان الحمد لله في هذا المجتمع. أتذكر أن المجتمع البدوي التقليدي مثلا كان يحاول أن يتأقلم مع ظروف الحرارة التي يصوم فيها رمضان، بحيث أن ينضح الماء على وجهه أو يصب الماء على التراب ويتثرى به، يبل اللباس الملحافة أو الدراعة يسكب عليها الماء حتى تنعكس عليه برودة أو شيء من هذا القبيل. شهر رمضان في فصل الصيف تبدو حدة صلفه أخف وطأه على الأغنياء بفعل توفر وسائل التبريد وأجهزة التكييف في كنف اشتداد الحر والضعف النسبي للكثير من أجهزة توليد الطاقة في موريتانيا. هذا رمضان وهذا الصيف يختلف عن سابقيه من حيث توفر الكهرباء، خاصة بعد أن تم إقرار خطة حكومية لتوفير الطاقة بشكل أكبر. لم نشهد هذا العام أي انقطاعات متكررة في الكهرباء كما درجنا عليه في الأعوام السابقة، وذلك بفضل الخطة الحكومية التي تم اتخاذها حتى أصبح هناك فائض في الكهرباء بالنسبة للمواطن الموريتاني. مع ذلك تفضل ثلة من ميسوري الحال قضاء الشهر الفضيل خارج البلاد لتجنب الحر الشديد وفاتورة الكهرباء الباهظة عادة في هذا الشهر، ناهيك عن الخسائر المادية المترتبة على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، فيما يلوذ بعض الفقراء من سكان أحياء الصفيح بالمساجد هربا من حرارة الطقس. ويشفع للموريتانيين في تحملهم مشقة الصيام في هذه البيئة الصحراوية القاسية إيمانهم الراسخ بأن رمضان كريم. محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي، مكشوط. إلى هنا نصل مشاهدينا الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من المغاربي، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم. لكم مني أنا علاء الدين زعطور أطيب المنى، إلى اللقاء.